ازيكم يا بنات، عاملين ايه النهارده؟ بقى رايحين راس البر مع بعض جوله، اخدكم معايا ان شاء الله واوريكم هنعمل ايه باذن الله. خلاص كده احنا دخلنا راس البر، بلد جميله جدا ونظيفه والاسعار فيها حلوه جدا. انا دايما بروح راس البر او مصر لان هم اقرب حاجه ليا. انتوا عارفين بقى الاولاد وكده، ده الجامع الكبير في راس البر. انا مش عارفه احنا في شارع كام، بس هو جنبه على طول كنيسه، اهي الكنيسه قدامكم. بجد من اجمل الشواطئ ومن اجمل المصايف اللي ممكن تروحوها. ودلوقتي بقى لحظه الغروب حلوه جدا، شايفين شكله عامل ازاي؟ الغروب حلو قوي قوي قوي، صوت الموج، الموج النهارده عالي قوي قوي يا بنات. الجو هادي والموج عالي، يعني الموج عالي جدا، يعني شوف انا واقفه بره وشوف الموج عالي ازاي. لحظه حلوه جدا والجو جميل قوي قوي قوي، بجد من المصايف الحلوه اللي هتحبوا ان انتوا تقضوا فيها وقت كويس. وراس البر جميله جدا، نظيفه قوي، الميه شايفين نظيفه جدا. هاخدكم بقى معايا ان شاء الله، هنروح على اللسان وهاخدكم نشوف هناكل ايه من بره، وكمان يعني يمكن نركب مركب اي حاجه، المهم ان انتوا هتقضوا معايا يوم جميل ان شاء الله. بتمنى كل ما عملش لايك يعمل لايك للفيديو. ودلوقتي بقى هنركب مركب في النيل، هسيبكم بقى مع الجوله، حلوه جدا هتعجبكم باذن الله. مش بتكبر، عاوزك تقعد تتفرج. زلزال زلزال نسمع سالفه كده من الناس اللي معانا. طبعا لو مين اللي جاي بقى كده ونسمع على سالفه عندنا. البناطيل دي كمان هي يا بنات ب 35 جنيه، وفي منها المنقوش اهو، شايفين بقى الايس كريم كمان اهو يا بنات، في بخمسة وفي بثلاثة وفي ستة، أسعار كويسة جدا. ربنا يستر بقى علينا يا بنات ونحط طبعا والنشر، الأغاني ديت في كل مكان، وأنا حابة إن أنا أعيشكم الأجواء. إنسان بقى شقة وزاد كل حاجة، والأسعار ما شاء الله كلها جميلة جدا. شايفين البيجامات دي يا بنات ب 65 جنيه أهل الأطفال والبنات. يجيبوا جوان ب 65 جنيه. وفي شنط اهي كمان يا بنات، كل الشنط دي اي شنطه ب 85 جنيه. وفي دريسات اهو كمان، ما شاء الله السوق ده مليان مليان ما شاء الله، حاجات كتير حلوه جدا. جايبه لكم كده شارع النيل بكل تفاصيل.
شايفين الشباشب ديت؟ دي بقى الواحد اطفال، شباشب اطفال واحد ب 40 جنيه، لكن دي المفضوله ب 50 جنيه الواحد. ده بقى بتاع الكبار يا بنات، الشباشب بتاع الكبار الواحد ب 35 و45 طبعا على حسب الخامه، وفي اقل من كده كمان. شايفين بقى كمان التشكيله دي، ده ب 65 جنيه. صور الواد ده، دول ب 80 جنيه، غاليين قوي بس حلوين قوي. شايفين اللي عاجبني قوي؟ ده كمان عاجبني قوي قوي، شكله حلو. كلهم ما شاء الله حلوين قوي. العرايس بقى اللي بتجهز بقى عندها فرصه انها تجيب اكتر، ده برضو ب 65 تقريبا، احنا جايبين زيه ب 30، مش ده زي اللي انت جايباه ب 35 ولا ب 30؟ لا لا ده حاجه تانية فعلا، شكله حلو جدا. ده بكام ده؟ 65 جنيه. طبعا الحاجات دي حلوه قوي للعرايس بقى، حاجات للعرايس اهو. طبعا صعب ان اقول لكم على كل الاسعار، بس انا بوديكم كده جوله معايا. التربيات هي التربوهات بتاعت العرايس ان شاء الله، يعني اللي عايزه اي حاجه من هنا الاسعار على فكره هنا زي عندنا بالظبط الشرقيه. ده الغوانتي بقى اللي كل الناس بتقول عليه، سعره هنا تقريبا 80 جنيه، مش عارفه بقى ده الاصلي ولا لا. بتاعت المفاتيح يا بنات اللي بتعلق جنب الشقه، دي بتاعت المناديل اهي. حاجات زي الانتيكات كده جميله جدا. دي تشكيله برضو من الصواني، حلو قوي قوي. حلوين جدا الاطباق بالفرداني يعني. ودي الفوطه بتاع المطبخ حلوه جدا جدا. دي العبايات بقى البيتي، سعرها حلوه جدا طبعا. صعب ان انا الم لكم برده كل الاسعار. دي نظارات، بس النظارات حلوه جدا، اسعارها بقى بين من اول 30 لحد 150 و200 جنيه. سعر العبايه الاولى دي بكام؟ 180. شايفين النظارات ديت الواحده ب 95 جنيه اهي، حلوه. النضاره دي يا بنات الواحده ب 45 جنيه. ده محل برضو شنط يا بنات، الشنط فيه ب 40، اسعار بقى مختلفه طبعا. في برطمانات كمان اهو. المحلات دي كلها قدام مطعم وكافيه العائم، تمام اهو. احنا لسه في اول شارع السوق جنب السينما على طول. عندنا في راس البر اماكن كتير راقيه جدا وحلوه، بتمنى يا رب ان شاء الله جولتنا تعجبكم. وده حورات الحلويات طبعا، حاجات مميزه وحلوه جدا، بس اسعاره ايه؟ نار. وطبعا مش هنروح مصيف من غير ما اشتري العاب لبناتي، لازم نشتري، لازم يزنوا ماما احنا عايزين العاب، لما البيت اتملى عندنا العاب. في العاب طبعا اسعارها مختلفه، بس والله الاسعار هنا كويسه جدا. حلوين الالعاب يا بنات انتوا خدتوها؟ اه حلوين قوي اهو.
طبعا اسعار مختلفه. ودلوقتي بقى احنا عند فتوح راس البر، البيتزا والحاجات دي كلها اكل، فبنطلب بقى دلوقتي. احنا طلبنا بيتزا وطلبنا فطير عنده بيكون حلو جدا. ودي الاسعار اهو، ده المنيو بتاعهم الاسعار. دي كمان اهو، دي الفطاير الشرقيه حلوه جدا عندهم على فكره. بنصحكم لما تيجوا راس البر روح عند فتوح، حلو جدا والاسعار بتاعته معقوله والخدمه ما شاء الله ممتازه. هنا بقى بيجهزوا الفطير اهو والبيتزا، ان شاء الله المطعم حلو جدا. يدوب معاه بقى كاتشب، وهنا برضو ازاز ميه معدنيه اهو. لما تيجي بقى البيتزا هوريكم برضو شكلها. البيتزا وصلت يا بنات، ريحتها حلوه جدا. دي بيتزا سوبريم فراخ، ودي بقى جبناها من غير خضار عشان البنات انتوا عارفين لسه بقى اللي هي الفطيره الحلوه المكسرات لسه ما جاتش. الفطيره الحلوه هي وصلت يا بنات كمان بالمكسرات، جميله جدا شكلها حلو قوي قوي. هناكل بقى ونخلص اكل براحتنا، وهاخدكم معايا بقى نطلع على اللسان مع بعض. بطانة يا عم يوسف. امال انت ما بتعملوش كده ليه؟